سعداء بلقياكم مشاهدين الأوفياء في عدد جديد من الموجز الإخباري الأسبوعي الخاص بنادي الرجاء، والبداية باستئناف التدريب للعناصر الرجاوية بعد تحقيق التعادل في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الاحترافي أمام شباب أطلس خنيفرة بهدف لمثله، ليستفيد زملاء الراقي بعد ذلك من يومين راح قبل مواصلة التدريب الأربعاء بشكل عادي بأحد النوادي بالعاصمة الاقتصادية. تلقى مدافع الرجاء جواد اليميق الدعوة من الناخب الوطني إيرفي غونار للمشاركة في مباراة المنتخب المهمة أمام منتخب الغابون برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، ومن المنتظر أن يشارك اليميق أيضا في لقاء المغرب وكندا بمراكش شهر أكتوبر المقبل. وارتباطا بالمنتخبات الوطنية دائما وبالضبط المنتخب الرديف، ادعوا جهات هذه المرة للحفيظ بنون وبن حليم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة امام كل من الكاميرون والاردن، حيث ضمت لائحة جمال السلامي 23 لاعبا من البطولة الاحترافية. توصلت إدارة الرجاء بمراسلة من الاتحاد الغابوني لكرة القدم للالتحاق الدولي سامسون بينغي معسكر المنتخب الغابوني استعدادا لملاقاة الأسود ضمن إقصائيات كأس العالم، وأكدت الدعوة قيمة بينغي الذي انضم حديثا للرجاء بعقد يمتد لثلاث سنوات. تأجلت مباراة الرجاء واتحاد طنجة لحساب الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. قرار التأجيل جاء بسبب مشاركة المنتخبات الوطنية وأيضا لفسح المجال لإجراء مباريات كأس العرش، ويعول أنصار الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية خلال هاته المقابلة. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذا الموجز، يمكنكم أيضا متابعة الجديد عبر الموقع الرسمي وأيضا صفحات الفريق على المواقع الاجتماعية. في أمان الله.